وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد أحمد الركبان من الرياض. مساء الخير سيد أحمد. ندخل في العام الرابع من الأزمة القطرية، الدعوات بالتراجع عن السياسات العدوائية مستمرة والتعنت القطري من الجانب الآخر أيضا مستمر، برأيكم لماذا يستمر نظام الدوحة في تفويت فرص الحل، خاصة وأنه يبدو أكثر حاجة في إنهاء أزمته أكثر من أي وقت مضى؟ مساء الخير لك يا زميلة مريم ولأبناء البحرين حكومة وشعبا، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة يبدو أن السياسيين في قطر لم يستوعبوا تلك المقاطعة التي اتخذتها دول الخليج وبعض الدول العربية، منها من أعلنت المقاطعة، منها الحقيقة لا زالت مستمرة في إعلانها عن المقاطعة. الحكومة القطرية مع الأسف الشديد هي تدار من الخلف، ومن هذا المنطلق يصعب على الحكومة القطرية الحالية برئاسة الشيخ تميم أن يتعامل مع الأزمة باحترافية عالية. لا تنسي الحقيقة أن المقاطعة تمت من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل مملكة البحرين وكذلك الإمارات، وهي دول استراتيجية بالنسبة لقطر من خلال حدودها الثلاث المجاورة لها. زيادة على ذلك أن جمهورية مصر وهي تعتبر من الجمهوريات الكبرى في الدول العربية والإسلامية، وعلى أساس ذلك الحقيقة لم تتخذ هذه الدول هذه الإجراءات إلا لتأذي الحكومات الأربع تحديدا من بعض السياسات التي تنهجها قطر. وأعتقد أن الآونة الأخيرة كشفت بعض الأوراق للحكومة السابقة في تعاطيها مع الأزمات الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقبلها كانت مع المملكة العربية السعودية في تعاون وتحالف من تحت الطاولة كما يسمى مع الليبيين وغيرهم، مع بعض الجماعات التي تدعم إرهابيا. أضيف إلى ذلك الحقيقة طبعا المملكة العربية السعودية لا تود الحقيقة ولا البحرين ولا الإمارات مجتمعة أن تقاطع إحدى دول الخليج ما لم يأتيها ضرر واضح وضرر شعبوي وضرر حكومي من قبل دولة قطر. قطر نحن نكل شعبها كل احترام وتقدير، لكنه مع الأسف الشديد لا زالت حكومة قطر تتعنت، ويبدو أن هناك مؤثرات من قبل إيران ومن قبل بعض المصالح لتركيا وغيرها أن تكون هناك أزمة بينها دولة قطر من أجل الحقيقة تحقيق مصالح مالية ومصالح ذاتية من قبل هذه الدول. أنا أعتقد أن مملكة البحرين تحديدا وفي تعاونها مع دول الخليج هي من أذكى الدول الحقيقة التي تستطيع أن تحتوي محبة دول الخليج، وهي واجب أسري وواجب أيضا أخوي أن تكون علاقتها ممتازة جدا مع دول الجوار. سيد أحمد، نعم تذكرت أن طبعا لا يوجد أحد يريد أن يقاطع الشعب القطري فهو شعب شقيق، ولكن سياسات العدائية للنظام القطري مستمرة، وهناك كانت نتائج لمقاطعة النظام الدوحة. لو نذكر أهم النتائج لهذه المقاطعة فيما يتعلق بالسياسات الهدامة التي تتبعها قطر من خلال دعم الجماعات الإرهابية. سؤال عميق وجميل. هناك سياسة، طبعا هناك نتيجتين، نتيجة نفسية لأبناء الشعب القطري، خاصة أن مجتمع قبلي مجتمع أسري، هناك نسب بينه وبين الدول الخليج الخمس. يبدو أن الوضع النفسي لدى كثير من أبناء قطر يعني يعتبر في أقل مستوى إذا قارناه بالمعيشة السابقة. النتيجة الثانية النتيجة اقتصادية والسياسية، طبعا قطر مضرة ماليا مضرة اقتصاديا، ليس لها الحقيقة يعني مؤشرات على الحفاظ على مستوى التوازن المالي في قطر، ولكن هي الآن تسحب من الاحتياطيات، هي الآن عليها ديون ضخمة، هناك نشوب يعني خلافات في الشأن القطري بين أبناء الحكومة القطرية. أنا أعتقد أن هذه مؤثرات جدا يعني سلبية للغاية، وأعتقد قطر الآن أوشكت الحقيقة للوصول إلى قمة الهاوية في كثير من تعاطيها الاقتصادية، خاصة أنه بعد نشوب أيضا مرض كورونا أثر بنسبة 60-70% من المدخلات الاقتصادية في قطر، وقطر الآن لا زالت أمام الرأي العام أنها تتعنت وأنها متماسكة. بالعكس هي الآن هي من أكبر دول الخليج المضرة اقتصاديا معنويا اجتماعيا حتى أسريا، ولذلك هذه أيضا سببت يعني مشاكل داخل الشأن القطري. الشأن القطري الحقيقة مرتبك جدا، وضعه الاقتصادي مرتبك، وضعه الاجتماعي مرتبك جدا، ولذلك الحقيقة حتى الصادرات التي تأتي إلى قطر تأتي بمضاعفة الأسعار، وهي تتحمل الحكومة القطرية تلك المضاعفات أمام شعبها حتى لا يدين على أنها يعني سقطت في فخ التعنت الخليجي. المحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.